نتاع لي صار تو ما علاش اليوم قاعدين قدام التياترو اليوم كنا قدام المسرح باش نقولوا ليلي قام الحريات وليلي الظلم. اليوم هو السبب كان إمنا الشرقي اللي صار معها هو ذبيحه بيقدم معنا الكلمة إنه بعد 10 سنين من الثورة بيصيروا فما محاكمات يصيروا على خاطر منشور فيسبوكي وعلى خاطر فكر ولا حرية تعبير. هذا يمس الحرية اللي تعبوا عليها برشا عبيد وضحاوا من قبل وبعد الثورة. إمنا ممكن هي اللي كانت أسباب مش خليتنا اليوم نندم، ولكن فما أسباب عدة أخرين اللي خليتنا اليوم نرجع للشارع بعد ما الأغلب هجروا، بعد الأغلب اللي ممكن تعبوا، ولكن نقولهم اليوم اللي لازم نعاودوا نتكوا حريتنا، نعاودوا نتكوا كلمتنا على خاطر كان كيفاش نكملوا هكا ممكن نرجع للصفر للأسف. هكا كنت على اللي صار وطب من الاول وطول وصلنا في قضية إمنا الشرقي. اللي صار هو انه إمنا الشرقي حطت برتاجات صورة الكورونا على الميغ نتاعها اول ماي هكاكا 3-4 ماي، ومن بعد صارت ردود فعل قوية على الاخر، نحات البوست فيسبوك، جاوها استدعاء باش يحقوا معاها بعد بنهارين. مشيت للمحكمة لقات برشا معناتها محقين يحقوا معاها النيابة العمومية، رفعوا عليها دونك ايزون كونستيتوي معناتها ان دوسي ان بروسي كونتر ايل. بعدها هي دونك سمعنا بالحكاية وكل وبدات المساندة، 13 محامي من جمعيات حقوقية تكفلت، 11 محامي تكفلوا بالقضية، صارت مرافعة الأولى ومن بعد صار تأجيل للنطق بالحكم، صار في ظروف غامضة ما عرفناش علاش. سمعنا اترافيغ لي ميديا انه اترافيغ موزايك انه إمنا تحكمت بستة شهور حبس و2000 دينار خطية، وكانت صدمة كبيرة. علاش؟ خاطر العركة هذه عملناها من قبل، أول الثورة جابر الميجري وغازي البيجي حكموا 7 سنين ونص سجن وغرامة مالية من أجل المنشورات على فيسبوك تهم وإلا تخص حرية المعتقد. وخذنا معركة دامت سنتين هكاكا، وزوز شباب هذوما معناتها اللي أعمارهم وقتها ما بين 26 و28 سنة تحطم مستقبلهم، ضاعوا. غازي البيجي وهو ماشي للأوروب شعر لميت برشا مرات، جابر الميجري عام ونص في السجن معناتها مأساة. وهذا كله خرجنا كومكوا بالاستنتاج، خاطر صارت ضجة كبيرة وقضية راي عام وقتها، خرجنا بأنه حرية المعتقد لازمها تكون محمية. نحن اليوم نطالبوا بحاجة واحدة، نطالبوا بأنه القضاء يحدد موقفه. اسكو القضاء اليوم في تونس هو حامي للحريات وحامي للدستور، وإلا حامي المعتقدات وإلا التفسيرات متطرفة المجموعة من التونسيين؟ هذا هو اللي طالبينه إمنا الشرقي وغير إمنا الشرقي. اليوم نحن طالبين إنه القضاء يكون مستقل وحامي للدستور وحامي للحريات، ومش حامي النعارات الدينية الكلكزان في البلاد.